بسم الله الرحمن الرحيم. بنتعرف على كيفية اختبار صفحة ويب على السيرفر من خلال برنامج Dreamweaver. بعد كده نتعرف على المتغيرات في لغة البي اتش بي. بفتح عندي Dreamweaver، بعمل مانج سايت، بنشئ سايت جديد، بس السايت الجديد بدي اخزنه في الروت اللي هو www داخل السيرفر. انا عندي هاي السيرفر الوامب خزنته على السي، بعد ما عملت له عملية اعداد باجي على الوامب، بعدين داخل مجلد www بنشئ مجلد جديد وبسميه مثلا تيست ويب، بفتحه. ممكن انشئ في داخله مجلد للصور عشان في المستقبل ادرج صور في المجلد هذا، بسميه images. تمام، بفتحه، نرجع خطوة نقول له select. هاي الان ممكن اسميه، اعطيه اسم test web. عندي السيرفر بدي اعرفه، نسمي السيرفر وامب. الكونكتنج هختار التست، حيكون خلال اللوكال للموقع تبعي. السيرفر عندي بدي احدد المجلد تبعي على السيرفر، هيو المجلد تبعي في السيرفر سيلكت، وهان بكتب لوكال هوست على اساس انه يتصفح الموقع من خلال جهازي المحلي، وبكتب تيست ويب. وطبعا في صفحه بدي انشئها بسميها index.php داخل الموقع، وبسكر السلاش في الاخير، وهنا في سلاش بسكرها. باجي في الادفانس بختار اللغه اللي بدي اعمل لها تيست، بختار اللغه اللي بدي اشتغل فيها، بي اتش بي مع قاعدة البيانات ماي سيكوال. كده تقريبا البيانات جاهزة، سيف، اختار تيستينج وبحفظ الاعدادات. هاي عندي الموقع. الان بفتح صفحة بي اتش بي، نحفظها باسم اندكس داخل الموقع index.php، سيف هاي الصفحة. هان نكتب اي نص ويلكم، بس بهدف ان نعمل تيست للصفحة. الان عندي البراوزر فايرفوكس بتصفح، يقول لي هان الخادم غير موجود، في مشكلة في الاتصال، مش قادر يقرأ الصفحة داخل السيرفر. هنا عندي السيرفر مش شغال، باجي على الوامب، الوامب وين اعداداته، بدي اشغل السيرفر. بشغل السيرفر، نعم هي ظهر عندي هنا، بس عشان اتاكد انه شغال بفتح بي اتش بي ماي ادمن. هيك عندي السيرفر شغال. نعمل تيست مره ثانيه للصفحه، برضه بيقول لي السيرفر مش قادر يقرأ الصفحة. الآن نيجي نعمل تيست
ريفيو سيف تشينج. الان عملنا تيست لصفحه البي اتش بي على السيرفر وشغلها تمام التمام. الان عشان نتعرف على المتغيرات في لغه البي اتش بي باجي هنا في الكود للصفحه وداخل البادي تحت الويلكم بدي اكتب كود بي اتش بي عشان يظهر على صفحه الاندكس او الصفحه الرئيسيه. بنكتب كود البي اتش بي بيبدا بعلامه استفهام بي اتش بي، هذه بدايه الكود هاي نهايه كده بانهي بين التاجز التالية بكتب لغة بكتب أكواد statements خاص بلغة الـ PHP. لما بدي أعرف متغير وأسميه A، عشان أعرف متغير لازم أسبقه بشرط دولار A. المتغير هذا بدي اخزن في داخله نص programming language for web. احنا لو قلنا PHP is programming language with dynamic programming language، لغة متحركة للويب. طبعا لازم اسكر فاصلتين علويتين واحط فاصلة مضبوطة. هذه قواعد لازم التزم فيها، الفاصلة المنقوطة وإشارة الدولار. الستيتمنت هذا أو العبارة هذه استخدمتها عشان أعرف متغير سميته إيه وأخزن في داخله ما بين الأقواس فاصلتين العلويتين هذول. بعد هيك بعرف متغير تاني بسميه بي دولار بي يساوي او بدي اسند له statement php يعني هان لو شلنا عشان يصير في عندنا جملة مفيدة هتشوف الناتج كيف حيكون dynamic programming language for web php. يعني نقول is على اساس انه نجمع بين الفقرتين او العبارتين بانهي السطر هذا البرمجي فاصلة مضبوطة. كمان متغير او بيكفي متغيرين. الان بدي اطبع الناتج على سطح على الصفحة على البادي تبع الصفحة. بقول متغير دي بده يساوي متغير A فاصلة نقطة متغير اللي هو B وبنهي السطر البرمجي. بعدين بقول له اطبع دي ايكو يعني اطبع المتغير دي.
هكذا انا ربطت بين العبارتين. الناتج شوف الناتج كيف حيكون، بعدين بنرجع بنحلل الكود مرة تانية. قال لي ويلكم دايناميك بروجرامينج، هذه الفقرة اللي قبل. دايناميك بروجرامينج فور ويب از، هذه قيمة A و PHP قيمة اللي هو المتغير B، فجمعهم في عبارة واحدة اللي هي Dynamic Programming Language for Web is PHP، يعني اللغة المتحركة لتصميم مواقع هي لغة ال PHP. طبعا هنا ايش عملنا احنا؟ المتغير الاول والمتغير الثاني قيمتهم خزناهم في متغير ثالث اسمه D من خلال المتغير نقطة المتغير. ولاحظ انا هنا الفصل المنقوطة هذه عشان انهي اي سطر برمجي، هنا كررناها، هنا كررناها، لو حذفت اي فصلة منقوطة من هنا هيطلع عندي خطأ، لازم انهي السطر البرمجي بفصلة منقوطة. طب احنا لاحظنا انه هنا في ويلكم ظهرت في نفس السطر، كيف بدي افصل بينها؟ في عندي بي ار عشان احط الناتج في سطرين، اي لاحظ ويلكم اجاني بي ار تاج بي ار عشان يفصل بين العبارتين. احنا كل اللي عملناه عرفنا متغير من سلسلة رمزية، لا بنعرف متغير من ارقام. فباجي بنشئ كود تاني للبي اتش بي، عشان اعرف متغيرات من نوع متغيرات رقمية. فأنا ممكن أعرف متغير مثلا سي دولار سي وأقول إنه بيساوي 5، وعندي متغير تاني اس وقيمته 10، عندي متغير ثالث مثلا اف بده يساوي المتغير سي زائد المتغير اس، واقول له اطبع المتغير اف، الناتج هيكون مجموع سي ومجموع اس. طيب نحفظ كنترول اس وننفذ ونشوف ايش الناتج اللي حيطلع عندي. هاي المجموع المتغيرين عبارة عن 15. طبعا هنا ممكن نحط بريك بي ار عشان كل واحدة تظهر في سطر. بالشكل هذا هي صار عندي فقرة تنتين، وهان عبارة عن متغيرات رقمية عرفتها وبعدين جمعت بينها. هذا بالنسبة للمتغيرات. طبعا في شغلات كثيرة، زي مثلا انه
لغة البي اتش بي كيس سنسيتيف. ايش يعني كيس سنسيتيف؟ انا ممكن اعرف هنا متغير بنفس الاسم لكن يكون كابيتال. يعني هان لو عرفت متغير بي كابيتال قلت انه بيساوي بي اتش بي بسمول، لاحظ انه هذا متغير بيختلف عن هذا المتغير. نجرب الان، هو بده نطبع قيمة ال A وال B، اي واحدة حيطبع، ال B small ولا B H B small ولا B H B capital، حسب اللي بحدده هنا. اذا حطيت هنا B small حيطبع اللي فوق زي ما شفنا في التطبيق الاول، هاي B H B بالكابيتال. عشان يطبع B H B بالسمول باجي هنا بحط B capital، اي بي كابيتال، سيف. لاحظ بي اتش بي سمول، فانا بي اتش بي كيس سنسيتيف بسموها، على اساس انه لازم تكون دقيق في المتغيرات اللي انت بتعرفها. اوكي احنا بالانجلش البي والبي نفس الاشي عندنا، لكن في اللغه البي كابيتال والبي سمول في فرق بينهم. يعني هذه مقدمة عن المتغيرات في لغة البي اتش بي. بنكتفي على أساس التسجيل ما يطولش.